انك من جواك عندك غصه قلم انك عملت كل ده مع النادي الاهلي، وحتى هذه اللحظه حتى ما تعملكش ماتش اعتزال، حتى ما حدش قال لك تعالى يا عماد عايزينك في منصب الفلاني الفلاني، ولما بتقعد ما بينك وبين نفسك بتقول لا ده انا عملت كتير قوي هما ما قدرونيش قد اللي انا عملته لهم؟ لا انا عشان اكون صريح مع حضرتك في القصه دي، انا عارف من اول يوم النادي الاهلي ما بيعملش مباراه اعتزال، ودي حاجه احنا عارفينها كلنا، فالقصه دي كانت منتهيه بالنسبه لي. فده موضوع منتهي. تاني حاجه ان انا اكون موجود في منصب في النادي الاهلي، كابتن خطيب كلمني لما اعتزلت او وقت ما اعتزلت، وقعدت وانا قبل ما اعتزل وقعدت معاه، قال لي يا عماد انت لو يعني مكانك موجود في النادي الاهلي وعايز تيجي تشتغل في اي حته، مكانك موجود في النادي الاهلي وعايز تيجي تشتغل انت، يعني تبقى موجود في النادي الاهلي. قلت له يا كابتن استنى لما تيجي حاجه مناسبه، وانا تحت امر النادي الاهلي. فالقصه المكان في النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ما تاخرش عليا في ده خالص، يعني ما عرضوش عليا حاجه وانا رفضت، هم الناس ما اتاخرتش. كابتن خطيب كان واضح وصريح، قال لي يا عماد احنا مباراه الاعتزال انت عارف احنا ما بنعملش مباراه اعتزال، لكن احنا بنشارك وموجودين معاك والنادي مفتوح لك وده بيتك، لو عايز تكون موجود في اي منصب من المناصب الموجوده، لو اتعرض عليك منصب اداري تبقى موجود، وعرض عليا ان انا اكون موجود في قناه الاهلي. دي حاجه كمان اتعرضت عليا. انا قلت له يا كابتن لا، وعرض عليك منصب اداري مش منصب بعينه، بس ان انا ابقى موجود في حاجه اداريه. قلت له مش دلوقتي، ولو جت فرصه ان يكون في حاجه مناسبه انا تحت امر النادي الاهلي. فالحته دي بالنسبه لي لا، ما مش كنت تعترف انك زعلت لما الاهلي بعد كده قال لحسام عاشور هنعمل لك مباراه اعتزال و و و و و و عشان اللي انت قدمته كله للنادي الاهلي، وعماد متعب مع كل اللي قدمه ده ما خدش هذا العرض. انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن شوبير حاجه، انا مبسوط جدا جدا ان حسام عاشور اتعمل له ماتش اعتزال، ودي اكتر حاجه او ان ده عرض النادي الاهلي ولسه ما او ده عرض النادي الاهلي، نعم. حسام هيتعمل له ماتش اعتزال وعرض النادي الاهلي عرض عليه، لان حسام عاشور يستحق ده. مش حضرتك ممكن تقول عماد يستحق، انا ماشي انا هرجع انا عماد خرجت خلاص. النادي انه يطبق ده حتى بعد ما انا خرجت حاجه ما تضايقنيش، لان حسام لا ما تضايقنيش خالص. حسام اخويا انا الحمد لله يا كابتن شوبير انا عندي رضا تام باللي ربنا كتبه لي، يعني حتى في العقود انا ممكن حضرتك تكون عارف ده او حضرتك ما تعرفوش. لا ما اعرفش انا والله ما اعرف. ماشي من 2004 ل 2008 انا عقدي كان 150,000 جنيه، اللي هو من 2003 ل 2008 بالظبط. 150 200 250 300 350 اخر حاجه خدتها، وبعد كده لحد 2008 انا كنت واخد 2 كاس امم افريقيا، ايوه 3 دوري ابطال افريقيا، 4 دوري، 4 سوبر مصري، 4 3 سوبر، يعني كنت واخد بطولات كتيره جدا جدا. وفي لعيبه ممكن تكون ما دخلتش منتخب مصر او ايا كان، مع احترامي الكامل ليهم، او يعني ما عملوش اللي انا عملته في النادي الاهلي، كانوا عقودهم اكتر مني بكتير وما في النادي الاهلي وما اتكلمتش ربع كلمه. لعيبه كانت بتاخد اعلى منك في النادي الاهلي بكتير، اضعاف يا كابتن. مش انت كنت فئه اولى يا كابتن؟ لا بقول لحضرتك، لا انا كنت عقد ناشئين. ساعتها كنت ناشئين، عقد ناشئين وما طلبتش انه اتعدل. فانا عايز اقول لحضرتك ان انا في الحته دي الحمد لله، يعني عندي رضا تام في الموضوع ده. عمري ما اقول مين غيري خد او مين غيري عمل. انت بدا النادي الاهلي يقدرك ماديا؟ وانا رايح اتحاد جده، يعني وانا رايح اتحاد جده تعدل عقدي من 300,000 جنيه ل 800,000 جنيه السنه اللي انا كنت فيها. بس يعني هي دي النقطه، مش فكره تقدير يا كابتن شوبير. انا لو كنت قعدت وقتها مع المسؤولين في النادي الاهلي وقلت لهم انا عايز اعدل عقدي كان الناس هتوافق، لان الناس عارفه. ليه ما قعدتش؟ انا لما حدش ضربني على ايدي وانا بمضي على عقد الخمس سنين، فلما يخلص الخمس سنين هقعد اتفاوض معاكم. لما قعدت اتفاوضت بعد كده كان عندك شروط؟ لا عمري ما كان عندي شروط، كنت طالب رقم وقت قصه بلجيكا، كنت طالب رقم واختلفنا على جزء معين في الفلوس. فخلاص خدت قرار ان انا هسافر. ولما رجعت على فكره انا دفعت فلوس من جيبي. يعني دفعت شرط جزائي في بلجيكا؟ انا دفع 500,000 يورو من جيبي. دفعتهم من جيبي، كان وقتها عامل 4 مليون جنيه من جيبي. النادي الاهلي دفع 2 مليون منهم، وانا 2 مليون المفروض كنت اخدهم من النادي. حصل بقى بعدها الازمه اللي حصلت في يعني الثوره والقصه دي، فالفلوس بدات اخدها على اجزاء متقطعه، ما خدتش فلوس على بعض يعني. بس خدتهم؟ خدتهم. لا ما فيش فلوس في النادي الاهلي بتاخر خالص يا كابتن شوبير. ما فيش فلوس في النادي الاهلي بتاخر خالص. ليك حق، هتاخده حتى لو بعد ايه؟ حتى بعد ما اعتزلت خدت حقوقك بالكامل؟ انا واخد حقوقي في النادي الاهلي. ما عنديش اي فلوس ناقصه في يعني في النادي الاهلي، ما كانش ليا فلوس ناقصه، باستثناء الحاجه اللي كان عندي اعتراض عليها او اللعيبه اللي اعترضت عليها، بس المكافاه اللي كانت جات من احد الاشخاص المحترمين اللي بيدعموا النادي الاهلي. في مكافاه كانت جت او فلوس كانت جت تتوزع على الناس كلها، واحنا كنا 5 لعيبه اللي كانوا محترفين في السعوديه، وطلع فلوس قليله. دي كانت المشكله. رفضت تاخدهم؟ رفضت في الاول اخدهم، بعد كده خدتهم يعني بس دي زعلتك؟
زعلتني. زعلتني لحد دلوقتي لسه زعلانة على الموقف ده؟ خلاص 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 يا كابتن خلصت. يعني انتهت. يعني هي زعلتني وقتها لان عماد موجود في النادي، كان موجود في النادي الاهلي سنين طويله وطلع. انا طلعت في يناير على فكره، فيعتبر نص نص الدور الاول التعاون السعودي. نص الدور الاول انا موجود. فمن حقك تاخد فمن حق ان انا اخد المكافاه زي اللي موجود زي بقيه الناس يعني.